زينب، درجات الحرارة يوم عن الثاني بلشت بالارتفاع، وصلت الدرجات لعالية في الأيام الماضية، أما اليوم فكانت الأنباء عن منخفض جوي بسيط. لنعرف أكثر عن أحوال الطقس بالأيام القادمة معنا عبر الهاتف المتنبئ الجوي شادي جاويش. صباح الخير. يسعد صباحك يا هلا. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير يا رب. يسعد صباحك استاذ شادي. يعني اليوم عم نشهد تغيير وانخفاض بدرجات الحراره، منخفض جوي كان متوقع انه يبدا السبت، طبعا قبلها كان في ارتفاع كبير بدرجات الحراره، خلينا نعرف اول شيء شو السبب بارتفاع درجات الحراره؟ هلا الحقيقه مثل ما ذكرتي ارتفاع درجات الحراره خلال الفتره الماضيه وصلت تقريبا بحدود ال 10 او 13 درجه فوق المعدل نتيجه تيار حار من من مناطق الخليج العربي، ادت الى رفع الحرارات خلال الفتره الماضيه تقريبا لمده اسبوع. من امبارحه تقريبا تغير مصدر الكتله الهوائيه وانخفضت درجات الحراره في المنطقه الساحليه بشكل خاص بحدود الخمس درجات. اليوم في عندنا انخفاض على اغلب المناطق بحدود 8 درجات، يعني ترجع اليوم لمعدلاتها الطبيعيه تقريبا. قديش تقريبا بده يكون منخفض؟ يعني منخفض سريع، ما راح يبقى وقت طويل. لا هو اليوم وبكره تقريبا فقط 48 ساعه، لكن الانخفاض حيكون كبير خلال اليومين، يعني اليوم في عندنا انخفاض بحدود 8 درجات وبكره في بحدود 6 درجات. أوه. يعني تقريبا 14 درجه خلال 48 ساعه. نعم، رح يكون في هطول مطري على بعض المحافظات ولا لا؟ هلا بلش الهطول المطري امبارحه على المنطقه الساحليه، كان في عندنا بطرطوس اقل من 1 ميلي وبالقدموس بحدود 3 ميلي وبمنطقه كسب 8 ميلي، هطولات مطريه خفيفه، اليوم الهطولات بتكون اغزر خاصه المناطق الساحليه. نعم. متوقع هطولات غزيره في المناطق الساحليه والشماليه الغربيه، ويمتد الهطل تدريجيا الى باقي المناطق خلال ساعات المساء والليل اليوم ان شاء الله. نعم، خلينا نحكي لك عن استاذ شادي، المنخفض طبعا قلنا انه رح يضل 48 ساعه تقريبا، امتى رح يرجع الجو بالاعتدال ورح ترجع الدرجات الطبيعيه الى الحراره، ورح تضل يا ترى ضمن المعدلات الطبيعيه ولا في ارتفاع كمان بالدرجات؟ هلا الحقيقه المنخفض اليوم وبكره، ذروه الانخفاض مثل ما ذكرنا بكره حتكون الحرارات تقريبا دون المعدل بحدود الخمسة أو ست درجات مئوية. نعم. بدءا من يوم الاثنين ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، والأجواء بتستقر تدريجيا من الاثنين حتى يوم الأربعاء، بترتفع درجات الحرارة تقريبا يوم الأربعاء عن المعدل بحدود درجتين أو ثلاثة مو أكثر. يعني مو مثل الفترة الماضية. استاذ شادي، يمكن تضاربت الاراء حول الصيف هي السنه، قديش فعلا رح تكون الحراره شديده؟ في كثير من الناس ومن المتنبئين انه هيدا الصيف رح يكون من اكثر الصيف اكثر حراره نوعا ما، فينا نقول. لا الحقيقه هو طبعا هو مبكر الحديث عن الصيف، لكن المتوقع بالنسبه للتنبؤات الطويله المدى انه في عندنا صيف معتدل خاصه في بدايته. ممكن يكون في عندنا حرارات عالية القسم الثاني من الصيف أو نهاية الصيف فترة شهر آب، لكن المتوقع الحالي أنه الفترة الأولى من الصيف حتكون معتدلة، حرارات ضمن المعدلات الطبيعية. يمكن لأنه شهدنا ارتفاع كبير بأول بدايته، فلهيك كان في تضارب حول الحرارة والدرجات. تماما، أنه جانا الصيف مبكر، يعني حرارات فوق المعدل بشكل كبير في شهر أيار غير معتادة. هو السنة الماضية كان في عندنا تقريبا نفس الحالة لكن بشدة أقل خلال فترة أيار. نعم، يعني أخبار منيحة سمعناها أنه الجو حيكون معتدل إن شاء الله بإذن الله، صيف معتدل وإن شاء الله بيعمل خير كمان على سوريا بكل الأحوال. نحن نتشكرك على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها أستاذ شادي، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك، وبحب نوه بس فقط تحذير أخير. في عندنا نشاط على سرعة الرياح لاحظناه خلال الليل الماضي وحاليا. صحيح، هلا في رياح حتى. تماما، حيزداد نشاط الرياح خلال يوم غد مع حبات ممكن تتجاوز ال 90 كيلومتر بالساعة خاصة المنطقة الجنوبية والشرقية والبادية. نعم، شكرا لك. نشكرك استاذ شادي جاويش المتنبئ الجوي، شكرا كثير للمعلومات اللي قدمت لنا اياها اليوم، شكرا كثير.